ايه بس يا برع؟ بقى انا برضه بلغ عنك المكتب. طب قول لي هستفيد ايه لما اسجنك؟ طب لعلمك بقى، من بعدك لا بقيت عارفه اجيب بضاعه ولا بقيت عارفه اروح ولا اجي. لعلمك بقى المهموس ده جاي لك من قرايبك. طب ليه يا ارتا تسيبيني المده دي كلها؟ ليه ما فكرتيش تزورينا النهارده؟ انت ما تعرفيش بعادك عمل فيا ايه يا ارتا. ما انت عارف يا برع يا حبيبي، خفت اجي ازورك بقى الاقي مراتك هنا، بعدين تعرف المستخبي، تعرف يا اخويا ان احنا متجوزين. عرفت ازاي؟ ابوها قال لها. يعني العقاد عارف ان انا وانت متجوزين؟ ايوه يا ورده. شفت بقى؟ شفت كلامي صح اهو؟ يبقى المهموس ده جاي من ناحيته. ايه اللي جاي بالعقربه دي هنا؟ ازيك يا ست حميده؟ بقول لك ايه يا بنت بشندي؟ قومي يا اختي وريني عبد كتافك بدل ما اخلي اللي يشتري يتفرج عليك. عيب يا حميده، ورده جايه تعمل واجب. بقى مرضي هي الدلعات دي جايه تعمل واجب، مش هي دي برضه اللي دخلتك السجن؟ نعم يا اختي، انا يا حبيبتي ما دخلتش حد السجن. قول لها يا سيبورا، قول لها مين اللي عمل فيك يا اخويا العامله السودا دي؟ انت لسه بتتكلمي يا بنت كلام انت؟ بقعي قول لها اغور من هنا لحسن العفاريت من طلعتها تفوش. ما ترجع يا حميده بدل ما يحبسوك انت بجوز دلوقتي. اهدي كده وبلعي ليك عشان تعرف الحقيقه. مش عايز اعرف حقيقه، انا عايز اعرف هي ايه اللي جايبها هنا؟ جايه هنا بصفتها ايه؟ جايه بصفتي ايه؟ زي زيك يا عينيا.